سؤال حول إصلاح البرامج التعليمية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، يؤكد المهتمون بقضايا التربية والتعليم أن المناهج والبرامج التعليمية تعاني الكثير من الاختلالات، مما يجعلها في حاجة إلى إصلاح عميق ومراجعة جذرية. أما المراجعات التي شهدتها البرامج الدراسية فيتبين أن هذه العملية تتخذ في الغالب شكل ترقيع وترميم، بحيث لا تنفذ إلى العمق ولا تحقق الأهداف المطلوبة منها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن أي مقاربة ستباشرون بها هذا الإصلاح، وشكرا لكم. كلمة السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا سيد النائبة المحترمة. أثرتم قضية على قدر كبير من الأهمية تتعلق بإصلاح هذه المنظومة التي مرة أخرى بذل المغاربة لعقود مجهودات من أجل إصلاحها وما زالوا يبذلون. الحكومة اليوم تنطلق من ثلاث مرجعيات لمقاربة هذا الموضوع. أولا مضامين الدستور، ثانيا التصريح الحكومي، ثالثا تقييم البرنامج الاستعجالي. الأهداف التي تشتغل عليها الآن بتحقيقها، أولا مراجعة وتنقيح البرامج التعليمية، ثانيا مراجعة التوجيهات التربوية خصوصا في السلك الابتدائي، تحديد مواصفات المتخرجين على ضوء هذه التكوينات الأساسية. من حيث مجالات الشغل بالضبط، أولا المقاربة البيداغوجية في اتجاه إنتاج مقاربة قابلة للاستيعاب مختلف النماذج التطبيقية. الأولويات في اتجاه اعتماد مدخل القيم وبناء الكفاءات وتعزيز التكامل بين مختلف التدخلات. الآليات، هناك الآن استثمار المسجدات العلمية والطفرة الحقوقية، هذا مستحضر بقوة في هذه العملية التنقيحية والمراجعاتية. على مستوى الجودة، هناك استهداف لتخفيف كثافة المضامين التي يشكو منها المربون والآباء والتلاميذ كذلك، وشفط وإزالة التكرار غير المفيد في كثير من هذه المناهج. التوقيت، هناك توجه لاعتماد توقيت مدرسي ملائم للإيقاعات البيولوجية للطفل، وهذا طبعا أيضا كان دائما مطار تقييم واقتراحات وتطوير. أيضا الرقمنة، هناك اتجاه لإدماج متدرج ومضطرد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. على مستوى الهوية، هناك توجه لإدراج 3 ساعات أسبوعية للغة الأمازيغية في المستويات 6 لهذه المرحلة من التعليم الوطني. فيما يتعلق بالمجال أو بالمدى المتوسط لهذا المجهود الوطني، أولا هناك إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية في إطار، هناك الآن فرق بحثية منكبة على هذه الكتب وهناك مجهود لمراجعتها في المستقبل. إعداد منهاج خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ثم هناك إعداد منهاج خاص بالتعليم الأولي، ثم إجراء دراسة معمقة لمنهاج السك الثانوي والإعدادي والثانوي التأهيلي بهدف ملائمته مع هذه المنظومة القيمية المعتمدة. شكرا. شكرا لكم سيد الوزير. تعقيب لأحد النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيدة رئيسة، سيد الوزير، شكرا على جوابكم النظري، وأظن على أن الجواب يأتي في نفس سياق ديال المناهج التعليمية لأنها نظرية كذلك وليست تطبيقية، وهي اللي جعلتنا اليوم كنعيش هذا الوضع الاقتصادي واللا تنافسي، وجعلتنا كذلك نعيش في واحد المناخ في المؤسسة التعليمية اللي هو واحد المناخ شبه منهار، وكذلك النفسية ديال المتعلمين اللي كيلقاو راسهم بعد سنوات عديدة من الدراسة كيخرجوا لسوق العمل وغير قادرين على أنهم يولجوا السوق من ناحية المعلومات اللي هي عندهم. احنا كنا في السابق كان عندنا الميثاق الوطني اللي اشتغل فيه المرحوم سي مزيان بلفقيه مع مجموعة من الإخوان، وجابوا فيه بزاف ديال، وهذا بمثابة خارطة الطريق، إلا أنه التفعيل ديالو إلى يومه ما هوش كامل. وكان جاء هذا الميثاق بثلاث مداخل، وهي أنا عاود نذكر بها، هي التنزيل ديالو في التربية على القيم، التربية على الاختيار وتحمل المسؤولية والاستقلالية، والكفايات. إلا أنه كنشوفوا اليوم في المراجع
ما كتصرفوش هاد المداخل هذا الى يومه، مع العلم ان وزارة التربية الوطنية هي واحد الوزارة اللي فيها من الخبراء وعندنا من الناس اللي عندهم إلمام بالموضوع، وتفتقر الى آلية تقويم هاد المداخلات، لانه فالكفايات كاين تواصل منهجي، الثقافة استراتيجية والتكنولوجيا، والى حينه ما نعيب هذه المقاربات بالكفايات انها لا تغطي هامش اختيار البيداغوجيه المناسبه، بل تحده في واحده، ما كتعطيش هامش لهذاك الاستاذ انه يلقى الاليات المناسبه باش يعلم هذاك. هذا الشق الاول. الشق الثاني هو انه في العمليه التعليميه احنا ان المتعلم ما كيبنيش المعرفه ديالو، هو كياخذك الى ماغازين كيدخل وكلقاوه في الاخير انه ما قادش ينتج وما قادش يبتكر، وهذا هو العيب ديال المتعلم عندنا في المغرب على خلاف الانظمه اللي هي متقدمه علينا، ولكن خصنا يمكن ناخذ منها الوقت. رد على التعقيب في اطار بعد التوالي سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. هو انتم سؤالكم كان حول المقاربه، والمقاربه هي بطبيعه الحال نظريه، ما سويتوش شنو ماذا وجدنا عليه الحال. سالتم عن ماذا تقوم به الحكومه الان في اطار هذه المقاربه. طبعا بسطنا امور اللي هي توجهات واشتغال اني، والا فالتعليم كلما تكلمنا ليس نحن فقط كشعب او كدوله، في العالم هذه معضله المعضلات التي تعبت فيها الاجيال بالمناظرات نتكلموا في الموضوع بتواضع ولكن بتكامل جهود.